البيك بيبيع 700 مليون دجاجة في اليوم. ترى مو دجاج ده، ما في دجاجة دحين جالسة تبيض في مزرعة خلاص. ما بيض دحين هو قاعد يصور ولا دحين كذا ليه اتكلم دحين ولا ايش يسوي؟ اوكي طيب انا معاكم اهلا. طيب انا رحت الناحية الثانية عشان ما اقدر اسوق واسوي سناب، فبهاء بخاري حيسوق. طيب اليوم احنا دقيقة بس الكادر. طيب اليوم احنا حنسوي لك دقيقة يا عمي، ما الكاميرا الزاوية ما هي مزبوطة. دقيقة. طيب احنا اليوم حنقدم لكم، سامعين صوتي؟ الو يا عمي انا قلت لك ما ينفع نصور في سيارة، والله ما ينفع. خلاص لما نوصل حنصور. دقيقة هذا شغال، اصبر. ايش كيف يطفي ده؟ ايش يطفي؟ اهلا معكم خالد عمر. اسف على اللخبطه اللي صارت عشان الكاميرا والسياره، فالامور كانت شويه مدربكه. عموما اليوم حنسوي ستيك مع بعض. في ناس كثير دائما بتسال كيف نسوي ستيك، كيف الستيك يكون رهيب، كيف نظبطه. في ناس بتسال ايش هو الستيك اصلا، وفي ناس ما بتسال اصلا، واصلا ما في حد بيسال، انا بس جالس اقول من عندي. بس اللي حاب يعرف، راح نسوي ستيك بالطريقة الفرنسية اسمها سو فيت، اللي هي أندر فاكيوم. الطريقة هذه مستحيل انك انت ما تسوي فيها ستيك، هي تاخذ فترة تقريبا ساعتين عشان تعمل ستيك، بس راح تسوي افضل ستيك في حياتك في حياتك. طبعا انا احب لحمتي محلية طازة جميلة، اعرف هي من فين بنت مين، ما احب المستورد. في ناس كثير يتفلسف يقول لك انا لازم مستورد، لازم انقص وما ادري. يا عمي انت ما تعرف البقر هذه يعني فين كانت، من راعي الراعي، فين بتسهر، ايش بتاكل، يمكن تشرب يعني اشياء والعياذ بالله، ما تعرف. يعني ما بدخل في ذمم البقر، بس يعني انه بس افضل شيء خد بنت البلد يا ابوي، بقره عارف هي عن مين، وراعي واحد ماسكها الحمد لله باخلاقها بعفتها. ايوه خلاص اوكي. طيب اول شيء المقادير: باذنجان، ليمون، زنجبيل، ميبل سيروب، فلفل، لحم طبق. اوكي تمام. أيوه. طيب لحمه وفطر. طبعا اول شيء الباذنجان حنسوي زي كذا ونقطع. شوف الحركه دي. خديجه تعالي قطعي الباذنجان. فين خديجه؟ ايش تسوي؟ يا حطي احنا نقطع الباذنجان يا جماعه. طيب لأسباب فنية ما حنقدر، بس حنحتاج ستيك وفطر بس عشان تعمل أروع ستيك في حياتك. طيب الستيك بدون فلسفة، ما حقول لكم ايش القطعة من اي مدري ايش، هي ببساطة ريباي رخامية ماربل، شايفين العلامات هذه. اول شيء ننشف اللحمة بطريقة جميلة، الموضوع ما ياخذ 4 ثواني. يلا خلاص سوينا. طيب اول شيء تحط كميه، طلع لازم احد يساعدك في التصوير، تحط كميه لا باس فيها من الملح والفلفل. خلاص بتصوري؟ ايوه صح. طيب انا ماني طب لازم تقولي لي. المهم ففلفل اسود وملح بكميه جميله زي ما قلنا عشان يطلع طعم على هذا. ها خلاص اوكي انت بتصوري صح. طيب على طاوله حاره نتاكد ان هي حاره، نحط اللحمه. سامعين كيف كده حار؟ سيبها دقيقه بالتمام، دقيقة على كل ناحية، دقيقة واحدة بس، تمام؟ وما نقلبها كثير، هي بس قلبة واحدة. الحين هنقلب اللحمة. تمام، شايفين اللحمة كيف جميلة؟ جميلة صح؟ ايه انا عارف. طيب لا ننسى الأطراف، ناخذ اللحمة على الأطراف عشان برضو تنتبخ من الأطراف، خصوصا الشحم وكذا. الله ريحته مرة حلوة. لا دقيقة لازم أقول لهم أنا قاعد أسوي ستيك ثاني. ايش بك؟ معليش. دقيقة. يلا دحين سر الطبخة هذه دي. الكاميرا ليش تحت؟ أنا باين؟ لا. طيب أنا باين صح؟ تمام. سر الطبخة هذه في أكياس الشواء، راح نحط اللحم جوه كيس الشواء ونسلقها، مو نسلقها حق ليه لا. طيب يا بنتي صوري زي الناس. صوري زي، أنا آسف والله المشكلة المصورة عندي تعبانة. كيس الشواء اللي حصلته طبعا ما عندنا مقاسات كثيره في البلد، لكن هذا المقاس كويس، هندبر نفسنا فيه اوريكم. ناخذ ملعقه زبده
طبعا هذا شيء خيالي لو انتم تحبوا الشيء ده ولا خلاص انا مو بايك صح؟ نحط الزبده جوا زي ما قلنا هذا خيالي. انا اسف اني كحيت قبل شويه. بعدين نقفل الكيس. نضمن انه الهواء كله يخرج لبرا، لازم يكون مفرغ تماما من الهواء. طيب هنطبق الكيس بالطريقه هذه ونضمن انه الستيك في القاع تماما عشان نطلع الهواء. طيب نطبق الستيك، الهواء يخرج معانا كذا تماما، الهواء خرج. خالد لسه في هواء كثير، حقول لك ها في اختراع اسمه بصاص، حنمص الهواء. بتصوري هو يجي معاه كده شيء بيقفل، فانت بتقفل على المصاصة. طيب الحركة انك ما تغلي الموية، تخلي الموية عليها فقاعات كده تثبت درجة الحرارة هذه. ارخي يا بنتي لا تصوريني وانا بصور، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب نرجع لموضوعنا، ترخي الحرارة. اوكي شوف رجعتها الاربعة كانت ستة، فدحين الحرارة حتثبت كده. ندخل اللحمة، طبعا ما هي افضل تكنيك تفريغ هواء في الدنيا سويته، بس هذا افضل شيء قدرت تسويه. يلا ايش؟ صور صور خلاص، ما وريته محمد اصور 700 مرة. ايوه ايش ايوه شيليه خلاص. طبعا الحاجة ام الاختراع، اهم حاجة انه الموية ما تدخل جوا للحمة، هذا اهم شيء. طبعا مشاكلكم كلها حتنحل لو لقيتوا الكيس اللي يتقفل بالسيل، المشكلة دورت عليه ما حصلته اللي هو يقدر يستحمل الحرارة. هلا حبيبي. المهم فكرة الطبخة هذه أو طريقة الطبخة هذه إنه اللحمة تتعرض لحرارة كافية لفترة طويلة، ساعتين ثلاث ساعات، بدون ما تتعرض لنار مباشر، يعني ما تنشوي، فحتلاقوا اللحمة من جوا لسه بينك، لسه وردية، لكن مطبوخة ومحافظة على العصارة والجوسس اللي جوتها. حقيقي من أروع الستيكات اللي حتذوقوها. فحنسيب اللحمة، شوفوها هناك، حنسيبها ساعتين ثلاثة يعني بعد الفطور نشوفكم. دقيقة اصبري، الآن مع فقرة الارتجال عبال ما نستنى اللحمة تطبخ معايا تالية. تالية تعالي. طبعا هذه فقرة ارتجالية تماما، ها ما في أي نص مكتوب، منا كاتبين أي حاجة، هي كله من عقلها حتقوله صح؟ اوكي تمام. يلا يلا تالية كلميني عن نفسك. انا تالية الرهيبة، احب الربيع، احب ماما وبابا. طيب تالية بما انك تحب الاقتصاد كلمينا عن اقتصاد جورجيا. انا تالية الرهيبة، احب لا اديتك ورقة تانية فينها. طيب المثل اللي معي مرة سيئة، فحنضطر نستنى لين بعد الفطور. اعتذري للجمهور. ما اعتذري. انا سبت الستيك في البيت والفطور يوتيل الحين بس ناسي. المهم فانا معايا بلخي، طبعا ما يعرف اختار اكل، اكل رجيم. هذاك الرجيم؟ ايوه اكل رجيم. الله يا سعجل، صور صور صور، خلص بطبختك. لسه قاعد تدوب. اختي دقت علي قالت لي الستيك ايش حسوي؟ سيبي. والله قلت لها سيبي. انا هنا لا يلا بسرعة تعالي نشوف الستيك انحرق ولا لا. يلا بسرعة تعالي، الستيك انحرق، تعال تعالي نشوف. يلا بسرعة. من متى؟ من ما كنت ما سويناه انحرق ولا لا؟ ما شلته. انت ما شلتي؟ لا ما شلته. يا الله دحين نشوف. يلا هذا شكل الستيك بعد ما هذا، طبعا للأسف عشان الكيس كان محلي فسوت شوية تسريب موية. المفروض ما يسرب مويه بس مو مشكله، حنكمل الطبخه زي ما هي صح. حنكمل الطبخه. ايوه يلا صورتي. طيب اوكي هنرجع اللحمه ناخذ لها وجه سريع برضو، دقيقه دقيقه من كل ناحيه. رفع الكاميرا عشان يبان، يعني ما هم شايفين اللحم يا بنت. لا حول ولا قوه. رفع اللحم. اوكي تمام كده باين اللحم. اوكي يدي باينه. باينه. اوكي
اوكي نقلبها، شوفوا الكراميل اللي بيصير، شوفوا القرمشه اللي بتطلع من ناحيه، هذه هي اللي نبغاها في الستيك ده انه يكون سامعين هذا اللي نبغاه من الستيك. ثلاثة على نفس الطاوة حنحط قطر على نفس الطاوة عشان نبغى الجوسس حقت الستيك. استفدت من حاجة اللي هي شوية الموية اللي تسربت، رجعت برضو حطيتها في الفطر، وحنحط زبدة ونحط تقريبا ملعقة دقيق. تمام كده كفاية. ضعي كليبان. ها طيب نحط فلفل اسود كمان، عادي تكتر شويه الفلفل الاسود عشان يكون مفلفل، يعني مو مفلفل عشان يكون فلفل اسود كثير. قاعد علم الناس يا بنتي تشرك صراحه، انا قاعد اصور لمين. المهم نحط ملح كمان، حطينا ملح. وهذا صوص المشروم زي ما انتم شايفين. طبعا في ناس يحبوا يخلوا الفطر لفتره اطول من كده، انا احب الفطر انه يكون لا فيه له تكتشر، يعني فيه له كده لحم، يعني كده كانك كده بتاكل حاجه، فلا احب المشروم ما يكون مطهي مره. نحط الصوص على الستيك، نحط شويه فطر في الجنب. بتصوري؟ ايه. اوكي دحين نقطع اللحمه، شوف اللحمه كيف انقطع معايا، شايفين اللحمه كيف انقطعت؟ طبعا اللحمة المفروض تكون بينك من جوا، بس للأسف عشان اعتمدت على كيس محلي فاستوت شوية من جوا. خلاص بتصوري يعني الحين بتصوري ولا ايه؟ وجهي عشان اكل. لا تنام. ها لذيذ؟ اوكي عجبك يعني؟ نصور ثاني؟ لا؟ طيب. طيب هذا هو، معلش انا عرقت، هذا هو تكنيك الطبخ اللي هو السو فيد. تمام طبعا للاسف صارت مشكله انه صار تسريب شويه في البلاستيك، ما للاسف عندنا مشكله كبيره في البلاستيك هذا اللي هو ضد الحراره. انا راح اكمل بحثي انه الاقي بلاستيك كويس عشان يطلع الستيك زي ما نبغاه. انتوا تقدروا تدخلوا على اليوتيوب وتدخلوا على المواقع عشان تشوفوا الستيك هذا كيف ينعمل. وصحة وهنا إن شاء الله. خلينا نشوف الستيكات كيف حتعملوها. باي. هنا كانت في إيطاليا. باي. أنت بس باي واحدة كملي باي حق نعمل باي. يلا باي. باي. في واحد هناك باي.